السلام عليكم. عفوا مجيد الحقيقة إذا تشوفوني أزمول. ما نعرفوا شنو هي كورونا والأسباب ديال كورونا. هانت. هاي الله مليوح يا أخي تواجد تخديد بسليمان. هانت. هانت شو عايش جيدك. هانت. هانت السبب كورونا. ما ظهر الفساد في البر والبحر إلا بما كسبت أيدي الناس. وهذا بلاء من الله لعلكم ترجعون. باش تحيدوا المرض عباد الله تكونوا تدخلوا ديوركم حيوا هادشي. هانت أنا نتحداكم إلا سال هاد المرض إن شاء الله حيد عاد ما تسدوش كباريات. والريستورات او دونسين والخمر حيدوه الشيء الحشيش والخمر والحرام حيدوه يا خايفين على الناس دخلوا ديوركم هاد المرضى خايفين عليكم انا حيدوا الشيء نتحداكم انا مسؤولين حيدوا الشيء ها انت عباد هاي ها انت لا اشيلك هذا ماشي مرض ماشي كورونا نتحداكم ان شاء الله الى حيد الدمر وعليكم تحيدوا شتشي يلا سدوا البيران سدوا لي دونسين وكباريات ومساكا وحيد الجنسي يا راس نتحداكم سدوا الشيء انا بينوا ليا يا خايفين على الشاب باش ما مرضش انا حيدوا هادشي راه بينوا ليا نتوما ياك مسلمين عندكم تحيدوا هادشي راك ما حيدوش هادشي راكم منافقين كفر بالله يهود اليهود يسلموا عاد ما تسلموش وترجعوا لله هذا بلاغ مني والمسؤولين واللي خايفين على الشاب انا حيدوا حيدوا يلا بينوا ليا نتوما ياك مؤمنين داخل قوتوا بشناقي دخلوا خايفين عليكم من المرض هذا ماشي مرض هاو من يوح دابا يلا يوم يوم اش يوم يوم اش يوم اش يوم النهار اش من نهار هذا يوم اش يوم اثنين اه هذا اليوم اثنين تدفير الرسول صلى الله عليه وسلم يلا بينوا لي حيوا الخمر حيوا الشيء اخوة خايفين على الشب يلا بينوا لي يلا وما نسلمش عليكم تسد